السلام عليكم. اليوم رانا الجمعة 6 مارس 2020، رانا في شلالات المشاكي بلدية سلمى ولاية جيجل حميدات وأسامة وحافظ. رانا في وياسين وياسين تفضلوا. حنا رانا الآن رانا في منطقة سفلى بين جيجل وسطيف وبجاية لزوقاس بعد شوية. نحنا رانا في العمق تاع المشاكل. حافظ كلمة ونروحوا للجماعة. كلمة يقولوا لي باللي كاينة عين هنا والعنصر. هاي العنصر هنا هاسنا في كتهضر. ها هو ها العنصر وي هذه تروح الماء ينقطع ومن بعد يرجع وي هلو الفينومين هذا كي نروح نحوس عليه في جوجل وي علاش لي سورس يتكوباو وكلك زور ابري يرجعوا. اسامه اعطينا كلمه. موسي جي لا ميم رمارك. الناس تلاقينا السكن المحليين هنا قالوا لنا بلي العين تمشي 15 مينوت تحبس 45 مينوت. دونك هذه العين تمشي 15 مينوت وتحبس قداش؟ 45 مينوت. 45 مينوت. ياسين في تي تي نفس الشيء. رانا قاعدين نكتشفوا في امور. فوالا الله يبارك فريمون بلاصه امبيكابل لي الله يبارك اسمك. ما راناش في الجزائر للعين فقط. حنا رانا الرحله نظمتها بلي بلانيت. رانا في فيلا فقط هبطوا الباقي مازالوا في البيس باسكو طويله تاع الهبطه. فوالا اسمك ماشي لازم غير يكون قلبه ريزيستي يوصل لبلاصه هذه. انا جي كواك لا سورس دي ادوات مونسيوني في ليفر غينيس تاع لي ميرفي هادو. لي ميرفي وي. اول مره في عمري شفت حاجه كيما هادي. شفت انكرويب ميرفي يفو لو فوار. يفو لو فوار. بارك الله فيكم. دونك رانا نكتشفوا. انت اول مره راك تخرج معنا مع بلي بلانيت. واش رايك؟ اعطينا كلمه برك على لي ميرفي هادو. مليحه. وكان عندك الكوراج هبطت معنا. باسكو في البيت جماعة مبقاو. فوالا المناظر الخلابة. رانا في اسفل الجبل. رانا في ان كول في فج. بارك الله فيكم. تظهر لي الحيوان يجيو هنا في الليل يشربوا. ايه سي سير. سيرتان مو يجيو يشربوا راهي صافيه. هذا خير. والله تقول راني في الالاسكا. صح. انا نشوف لي دوكيومونتير نتاع 24 ديكوفيرت. وي وي شكرا. 24 ديكوفيرت شوف لي دوكيومونتير على لاسكا. اي با عندنا لاسكا تاعنا في جيجل وفي بجايه وفي جهه المديه وتلمسان وجهه جيجل وجهه سكيكدا وجهه عنابه وجهه القاله والطرف لحبيبه بلادنا. وانا راني نشوف من بعيد ستاف تاع بلي بلانيت او جاي. دونك نزيد نبروفيتي قبل ما نكوبي التسجيل نهضر مع الرئيس وسامي وخالد وجماعة كلمة. نعم نزربو باسكو شحال ساعة؟ 26. دونك راحين نرجعوا دركا لي بيس كي سون 2 كيلومتر ولا بليس. بليس سيرتو اون مونتي 3 كيلومتر. بليس دو 3 كيلومتر وين مونتي. سيري لي رون نقعدوا مع بعضنا. وي وي. ماشي لي طورش ما جبناهم خليناهم في الاوتيل نمشيو مع بعضنا ان شاء الله. يا اوكي ريس سي كون مونتي تاع بليس دو 3 كيلومتر دابري جماعة. ميدا تقول لنا كلمه على العنصر هذا. العنصر هذا قلت لك انا جيتي لي سورس الجيري وشفت توت لي سورس تاع هذه خلتني فوالا حوست توت الجيري سي تاع روندونور ديبوي دي زاني سي لا بروميير فوا نجي لبلاصه. اروح اسامي. اروح كلمه معك اسامي. عطني عافيه مليح. ارتاح بيسير. سلام.
حنا رانا نشوفوا لنا في عيون راهم عندهم انترميتون شغل اللي يمدوا وما عاد يحبسوا. كلمة ترشا سالي والله يعني رانا نتمتعوا رانا نتمتعوا والله صاري زمتو كلمة اللي يعطيك الصحة اللي نقدروا نقولوها يدير في تي تي ويدير سيكليزم كي نعود مع لي جون هك نبقى توجور اون فورم ان شاء الله. سي البريزيدون كلمة مشتركة معايا ومع حفيد على كلمة مشتركة يعني سو فورم دو ندوة صحفية. كوارتك وزنة بس هاني عبدو هدرنا على البلاصة هذه يا خويا كما يقولوا منبع مشاكي منطقة سياحية يسميوها المنبع مشاكي منبع مشاكي وي معروف من بكري وكانت هنا شو الحم وين يعملوا التجوال لعائلة الدنيا علكي ولكن ديما يبقى جزائري ايه. والتلوث ايه. خلي شفتي وي بقايا لو نون ريسبيت على السيت ما كاين يعني شوف يعني من فوق من الطريق حتى هنا كان 4 كيلومتر يوصل بها بالسياره معمره بالماكله كي يوصل ياكل ويخليها يخليها شكون اللي راح يديها؟ شكون اللي راح يديها؟ خلينا ما زدتش ما زدتش بس الميساج بلال الناس يجيو بلال تكلم شويه تاك سبورتيف متشرفين بحضورنا بحضوركم خطفتك يعطيك الصحه يعيشك اروح خالد خالد اروح صاي تابري دي فوتو داك الفوق نو عزدين زيد زيد عزدين اروح كلمه قبل ما نخلصوا لا فيديو بارك الله فيك على بالي صار يجيبتو فاتيكي سكان غلط في الشوط ما طلعت حتى الفوق شفت واحد كيلومتر ودمي ويلا شفت خليتها الدار ديال ربو اه فوالا وي سالون دروا مانيفيك وي مانيفيك جو بونس با كو مكاينش لون دروا خير من هذه والله اون ديكوفر صح اون ديكوفر خالد خالد عطينا كلمه بلاصة فور على بلاصة فور وانت على بالي راك فريمون سبورتي وراك سيرتو لي سبور سيموكراتيك ما لا وين ايتيديون اتفضل عطينا والله بلاصة مليحة بارك الله فيك تعطيكم الصحة زيد سامي سامي سايي كلمة الأخيرة مع وليد وليد السلام عليكم لي مجمع كيما ديال لندن في شي شي عشرة ديال السير سي لا بروميير فوا نجي انا هنا بارك الله فيك يعطيكم الصحة بارك الله فيك انا بالختام برك كتب لي على الاقل قبل ما نكوبيو دونك رانا نكتشفوا كل في رحلة مع بلانيت ولا مع ارتو يعني مناظر خلابة في الجزائر يعني رانا دائما وابدا رانا في الجزائر بارك الله في الجمعية هذه ونتمناو للمواطنين يزوروا هذه المناطق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.